بعد عنك الأحزان، فديت عيونك الحلوة تبسم لو على شاني حبيبي صار لي مدة أشوفك تايه وحيرة. أنا والله إذا شفتك حزينة تزول أحزاني، أنا أحبك ولا ودي تعيش بدنيتك ندمة، ترى الأيام محسوبة وعليها العمر ثاني. تصدق بسمتك والله تفهم يا حس في هذا حب والس استر اي خلاص كتلت وش الدلع يا شيخ؟ ها؟ اقول ما في دلع. لا ما شبراني. ايش اخبارك ابو حميد؟ بخير الله يسعدك. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ ياسين. الله يكرمك. استريح استريح. اللي جعله بالعافيه ان شاء الله. جيب لك خبز الشاي. طيب. الله يرضى عليك يا غالي. الله يسعدك. كيف الحال؟ يا اخي سبحان الله يا شيخ، في بعض الناس خفة الدم عنده على طول. سلام. ولا يا شيخ؟ اي صح، طبيعة ملازمة له. يا اخي سبحان الله العظيم. هذا مش اثنين ما شاء الله. الشراب والله. ميرسي. تفضل يا شيخ. كيفكم حميد؟ الله يسعدك، كيفكم؟ طيبين ان شاء الله. فقدناك والله اليومين هذه. مشغول ولا؟ لا كان عندي تلفزيون هو. حرم. ما شاء الله تبارك الله. مصادف ايضا الشيخ عنده الحرم. في الحرم. والله 50 ريال ينزل لك كيس. والله عيب، جاب كتبه قطيت. والله عيب. والله لو كذا يكون قطيت كل يوم. اما جحدت خلاص نمام. غرك يا اخي. الله يحييك الله يحيي بالوطن يا شباب. ما ودي والله احبك انا، ودي شيخ الله يسلمك. الله يسلمك بالخير. ذا قليل في حق. انا ما ابغى اضرك يا قلبي. ابشر بالخير. انا اتكلم انت. حق قلبه لا يفعل. ها؟ شوف بحط بس في الكاس وارجع لك. يا حس بطلع. ايه وين شطحتي؟ اللي مرسل لك اياها تونا. علي شو؟ لا الله يبيض وجهك يا سعد. لا لا اللي مرسل لك اياها تو بدر. طاوعني قال انا ابو من قال سلطه؟ من قال سلطه؟ ما حد قال. اللي بعده. وين شطه يا اعطونا؟ اعطيكم يا اخي. يا عيال معاه شطه يجيبها. ليش انت فكيت حقي؟ ليش طلع؟ وزع الساق الرب. بدر. شطه عندك شطه؟ لا يا اخي السمطره ذي. عط رجال سمطره عط. شطه. عط السمطره. عط عط السمطره نعم. والله يا خالدنا اعطوني شطه اللي عندكم. اعطى جمعه شطه يا شباب. عيال شطه مو وين جمعان موجود؟ يعني موجود موجود الشاعر هو ايش اسمه ياخذ لسان. انا وعافيه يا رجال. عليك اليوم تقدم في مصر. والله يا رجال سعد ولدكم.
عقب ما تخلص اضرب يدك وكبه هنا صلاه اللي ورا كل يسلم عليك خلك تكمل يدنج خلك تكمل البيت بيتين على قد ان شاء الله ان شاء الله تحاول والله تحب جزاك الله خير استعجلت يا ابو حمد والله انا ما قلت ما راح اكلم ابو خالد قاعد ارد عنكم تحت انا هنا شايف انا والله انا 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 قاعد ابو سنه عجز هنا على سفرتك عشان وجهك والله واجد هنا ترى تعال ابو عمر عيال كل سته في سفره كبير تعال الله يسعدك يا حبيبي خلاص فهمتوا عطني سلطه بس حياك الله والله حسين شباب لا احد ينسى يسمي شطه يا بعد اظن شطه والله يا اللي عاص حنداء مغار اربعه ربع هذا احنا اربعه هنا الله يحييكم الله يحييكم تعال يا شباب حمودي تعال طيب بيك يا ابراهيم سعد وجه البرايه بس محمد تنفتح نفسي يا مشي بوجهك حلوين حلوين الله اكبر الله اكبر عليك فهمت والله ما صمت ابو عمر تيس يا خالد اثنين بدفع مدن لما صمت خمس ايام باقي من اختك خالد ذكرني من الزينة يوم كان يسني يا واحد كم يدفع حسب رمضان اي والله الله حد الدار في بارد عندك يا الله يا الله يا الله بحكم عملي بجمعية إنسان حطيت له بعمر ومعاد المقدمة حقك شو؟ إيه بحكم عملي بحكم عملي بحكم عملي أي شيء دخل حكم عملي بجمعية إنسان الله نعمة من الله أصلا حاجات هذه الله يبارك وراعي فكرة الشطة والله الله يبارك فيه الله يغفر ذنبه فطر لا والله يبيض وجه اللي جاب لا يصور 10 دقائق قصة إي والله صور العمر الشهري تكفون لا أنا بس وصلت خلاص يمين بالله والله كذا ما تبي 10 مليون تقول عمر شاري صور نزل في القرآن خلا يجون إحنا على وصله يعنينا المشكلة بالله والله مستعجل بابا عبد الله كم بدي السفر حسنا يا عبد الله ما يحبونه مش ذا إيه على مو جايين السنة إنت هني الشام هذه كلها دلاسات كلها ولا كلها ولا كلها صح؟ فين فين؟ كلها دلاسات يا سلام الله الله صح؟ بالله أنا ما أقول يا رجال كذا 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 سعد 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 والله سعد 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 يعني عارف اللي يقول لك ايوه زي كذا هذا انا عايز اعتمينك شباب عند باب احد عند فراغ اليوم عندك انا مش عندي العشاء اليوم كلمة العصر عندك خالد ما قدرت تكلم وانا شبعان الله عندي اذا يلا يا رب ما بيني والله كلمة العصر كانت من خالد حامد ما ادري عندك كلمة العصر انا سويت الكلمة يوم بس حيث انه لا 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 ما بدي لا 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 يا يا ما قشيت يا هذا ما قال قال عرمشت قال لا 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 ما هنا ما عرمشت ايش معنى عرمشت اصلا ما عندي هاي نفس عندنا احنا لا مجموعه لا 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 ايش عندك انا عرمشت لا عرمشت هذه نص نص العبارة لا احنا نقول عرمشت ايش تعرفت عرمشت ايوه يا اخوي انا تعرفت ايش عرش يا رجال ايوه تعرفت تعرفت انكم مو زي الرجال بس عاد مشى مشى ما عندي كلمة في الجدول كيف ما عندك كلمة في الجدول الجدول الماضي ما عندي كلمة مشى تعرفت عندي ما شاء الله تبارك الله لا خليه ياخذ حاله والله انا مسحه من تحت امه والله انا افزع منك والله بنفسي عروس عروس كان كلوت اللي يطلع عليه لا اعطاني عارف ما شاف ما شاف يجمعون من الناس على طول اي والله على طول نص ضيع على 300 300 ايوه كسبنا 200 اللهم لك والله نرجع نعمل التراويح غير مره اي من عنده طف الدبه وصح انه كاس سالتوه يا ملاعب صار اسمع هذا دايب يعني عرفت من البرايه قال حامد حزه يعني
وش قصدك؟ يا شباب ترى اليوم اليوم ان شاء الله الصباح بتنزل صور. والله الاصفر والله العظيم جت قطه تنزل صور سالتهم عاد كل خاطر يا ها جقرا محمد عمر رزعت قويه الله يجعل معها طلعفه لا لا وجعلها ان شاء الله في عروقكم عافيه وسلامه ابو البر سلام عليك والله والذي لا اله الا هو حاشم برك ابو بلبرة اي ودنكم تضربون في الفقر وتاكلون سعد 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 اي سعد الله يحييكم قرب انت يا جعل الله مرحبا ومسهلا وعز من بيجي خالد ايوه ثاني واحده من انت كذا يقول رياجيل احنا نقول رياجيل في ناس يقول رياجيل احنا نقول رياجيل حبيبتها والله جعل الله مرحبا يا رجال جل الله عافية ترسي بعروضكم ونحبوا والله ذا الليل وهذا الفار يتبع العقاب لا يفوتكم سلام عليكم وطالع ماشي شوف شباب بعد الأكل بعد الأكل سعد سعد إذا مشى هو سولف هذا منو؟ سمع المانع أبو شوف 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 سمع أحد سأله؟ لا لا يلا توكل مع السلامة الله يسلمك يا عيال يا عيال مشيت محمد حسينان محمد حسينان لا 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 مشكلة اني قاعد اكل ولا والله انا ما امرد لا لا تجميل تجميل لا 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 شو عبد الله جميلي شوف لا والله من جد والله كذا جميلي جميلي لا 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 شوي 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 من أول خلوا الجو كذا حلو ولا معاد جلد الحسين على الحسين يا ترى ما جيت انا ها انت ابو الله يهبلكم يا جماعه يا جماعه سعد سعد لا تحد احد يمشي سعد ها ايه سعد هاي هيبه هيبه والله صادق والله كرش ايه ما عندوش يا عيال بكره ينزل الحلي الثاني كرش عيال عيال احمد مهدي بكره بطلع برايي بس احمد مهدي يا عيال
العن يلعن مكة الهنا وأمان حبيبة.